كنا بالحرب العراقية الإيرانية جمعوا الوحدة العسكرية واللي من ضمنهم أنا كنت موجود، فإذا هاي الوحدة يريدون يقدموها إلى المعركة يرسمون لها خطة يسموها منضة الرمل. شنو هاي منضة الرمل؟ هاي منضة الرمل يرسمون المنطقة راح يتقدم عليها الجيش من نشارة مال النجار، هاي مو نشارة الخشب، نشارة الخشب يصبغوها ألوان يرسمون بها المنطقة راح يتقدم عليها الجيش. هسا إذا كان زراعي الطريق اللي راح نمر له النشارة خضرة تكون على شكل أشجار، وإذا كان مي على شكل أزرق لون أزرق يطي إنه منا بحيرة منا مي منا مو وإذا تلول يطلوها لون الجوزي بلون القاع أو التراب. إيه فهنا الضابط شرح غلط، قال له هنا من يشرح غلط مو هنا راح يوقع الوحدة على مشكلة رأس طبعاً مشكلة راح يتحركون راح على أساسها توقع بتهلكة يعني. فاحترر عدة نائب ضابط قال له سيدي الشرح مالك مو هالشكل، قال له اسكت لا تحكي، قال له العفو سيدي أنا هي مو أوامر عسكرية، أنا نائب ضابط وأنت ضابط، أنا أقول لك نعم سيدي تؤمر بس هذا مصير مال الجيش، لكن الخطأ خطأ وهذا غلط وهذا صحيح. أنت إذا نمشي عليك وراح نمشي بالمسير اللي أنت قلت به راح نخسر، فهي مو أوامر عسكرية. قال له اسكت لا تحكي، قال له نعم سيدي، قال له بعد لا تحكي، قال له نعم سيدي. فإذا صارت الشغلة شنو ارتجالية أبها فخفخة